أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ما تحقق من منجزات حضارية صاغها الفكر النير لصاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، ونجاعة القرارات الحكومية وترجمتها على أرض الواقع العملي، وذلك بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والذي كان له خير عضد لتصبح البحرين موئلا للتطور في كل القطاعات فضلا عن الإيمان بالثروة البشرية الوطنية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. سعادة الوزير، عظم الله أجركم في فقيد الوطن الكبير، ولو تحدثنا ونستذكر معا بعضا من مناقب فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وتحديدا في مجال العمل والتنمية الاجتماعية. عظم الله أجركم جميعا بهذا المصاب الجلل. حقيقة كثر الكلام يعني من كل أبناء البحرين عن دور صاحب السمو رحمه الله بالتواصل المستمر وتلبية احتياجات المواطنين والتعرف على ظروفهم وأوضاعهم في مختلف مناطق البحرين، ولكنني لن أطيل في ذلك، سوف أركز على البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي أرساها حضرة صاحب السمو رحمه الله بمساندة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحققت للبحرين تطور كبير على صعيد العمالي والاجتماعي. اليوم البحرين رائدة في مجال التنمية المستدامة، وصاحب السمو حفظه رعاه الله ورحمه الله كان واحدا من رجالات منظمة الأمم المتحدة كرائد من رواد التنمية المستدامة. التنمية المستدامة في البحرين مفهومها وفر أولا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تقوم على عدة مرتكزات: الضمان الاجتماعي، علاوات الإعانة والغلاء، دعم الفئات الخاصة من معوقين أو ذوي الإعاقة وغيرهم، دعم الإسكان، دعم السلع الغذائية، دعم المستوى المعيشة بالنسبة للمتقاعدين، دعم التعطل، التأمين ضد التعطل، كلها منظومة متكاملة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين على أسس تنظيمية وتشريعية رائدة. أيضا المؤسسات الاجتماعية المنتشرة في كافة أرجاء البحرين، عندنا مؤسسات تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين، من مسنين، من طفولة، في كل قرى ومدن البحرين هناك منظومة متكاملة وبنية تنظيمية ومؤسساتية متكاملة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل والتدريب. هناك أيضا الخدمات اللي تقدم في مختلف مناطق البحرين، مراكز اجتماعية تقدم التوظيف، تقدم التدريب، تقدم المساعدات، تقدم الإرشاد الاجتماعي. الحقيقة لابد أن ننظر إلى منظومة متكاملة من ما تم تأسيسه خلال هذا العهد الزاهر بقيادة صاحب السمو رحمه الله، وكذلك بعدد صاحب السمو الملكي ولي العهد، في ظل التنمية الشاملة لجلالة الملك حفظه الله. نعم سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، يطول الحديث لاستذكار مناقب فقيد الوطن، ولكن لضيق الوقت نشكر لكم سعادتكم هذه الإيضاحات. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.